لكن كمان يعني قبل ما اقفل مع حضرتك يعني، ولازم استغل الفرصه دي برضو، اهميه سيناء ما كانتش فقط من ايام الدوله القديمه ومصر القديمه، ولكن كمان العصر الاسلامي ومنذ الفتح الاسلامي برضو ادركوا اهميه سيناء بشكل كبير جدا. وكمان صحيح. وفي برضو اعتقد في قلاع موجوده هناك او حصون برضو ليها او اثار او بقايا يعني يعني صلاح الدين الأيوبي موحد العرب ومحرر القدس له قلعة شهيرة جدا، قلعة صلاح الدين في جزيرة يطلق عليها جزيرة فرعون. ايوه وجزيرة فرعون دي لما حضرتك تزورها، وبرضه دي زيارة أخرى يا جماعة بندعوكم ليها، هي بتاخد مركب كده وبتبحر لمدة دقايق من البر لحد الجزيرة. لو وقفت في القلعة دي وبصيت على الأبراج بتاعتها، وكان بها برج وكان بها مسجد وكان بها أماكن لتخزين المياه وحاجة، حتة قلعة يعني عجيبة سبحان الله، يعني أياميها والبناء والتشييد على أعلى مستوى. لو وقفت فوق هتعرف قد إيه السبوت ديت أو النقطة ديت استراتيجيا غاية في الخطورة وغاية في الأهمية، لأن أنت بتستطيع أن أنت ترصد ثلاث أربع بلاد وقتها من نقطة واحدة. ودي كانت ميزة هذه المنطقة، ان انت يعني لو انت دلوقتي بصيت على الخريطة هتلاقي ان انت بترصد مصر وفلسطين والاردن والمملكة السعودية، اخواننا في المملكة السعودية وفي الاردن وفي فلسطين وفي مصر وهذه الاماكن. وبالمناسبة حاجة مهمة جدا لازم نقولها يا جماعة، وبعتقد ان دي الحاجة اللي لازم نبدأ نتكلم عليها كتير قوي قدام العالم بقى. احنا السنة دي بنستمتع بواحدة من أقوى سنين ومواسم السياحة الحمد لله. أنا كنت في منطقة الهرم كمرشد سياحي في رمضان، كان عندي شغل إرشاد سياحي، وقبل كده عايز أقول لحضراتكم أنا بتوقع، ويعني نتقابل مع الأستاذ شريف في مداخلة أخرى إن شاء الله في آخر الموسم السياحي إن شاء الله. يعني نخش على آخر كده مايو كده، على آخر مايو طالع كده جون كده، واحنا داخلين على الصيف، ونقول يوميها إن شاء الله إن شاء الله هنعدي الرقم بتاع 14 عشر 8 مليون سايح. عندي شعور يا رب هنعدي هذا الرقم ونكسر الرقم القياسي اللي هو أعلى رقم للسياح في تاريخنا. ده واحد. اتنين، لازم نقول للدنيا كلها أن في سيناء وفي أوائل الألف وتسعميات وأواخر والنص الثاني من 1800 ميلاديا تم اكتشاف كتابات أطلق عليها بروتو سينياتيك سكريبت، أي كتابات السينائية المبكرة، ودي اللي العالم كله ذاكرها. والكتابات دي تلاقوها حاجة وعشرين رمز، وهي خليط ما بين الهيروغليفية واختراع رموز أخرى للعمال اللي كانوا بيشتغلوا في سيناء. اكتشفوا ايه بقى؟ اقول لكم الجملة الأخيرة علشان النهاردة يبقى يوم فخار والعام كله يبقى يوم فخار بالنسبة لك بالأدلة، مش فخار كلام لا، بالأدلة زي ما كل كلامنا كله يبقى بالدليل الدامغ. اكتشفوا أن الكتابات السينائية المصرية أثرت على الفينيقية. تقول يا بسام طيب ودي أهميتها إيه؟ الفينيقية اللي هي لبنان. أقول لك الفينيقية هي اللي مأثرة على اليونانية، واليونانية متأثرة بالإيه اللي أثرت فين؟ اللي أثرت في اللاتينية، واللاتينية هي اللي علمت أوروبا الكتابة كل اللغات. يبقى اللي علم أوروبا الكتابة والهجائية سيناء المصرية. احنا استاذ بسام معلمين على العالم كله الحمد لله. انا بشكر حرفيا حرفيا بالظبط. انا يعني سعيد جدا بمداخله حضرتك، وبشكرك على المعلومات الجميله وعلى الكلام المهم جدا جدا اللي حضرتك قلته لنا النهارده. شكرا، بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك.